السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أختكم أم سيف الدين، مرحبا بكم. فيديو اليوم هو فيديو من في يوم من أيام رمضان المبارك 2022. ربي يحفظه، يحفظ لنا أولادنا فيه، ويحفظ لنا صحتنا فيه، والقناعة والحب ولمة الأسرة والبساطة والتواضع. هذا من شيء من مسلم ومن الحوايج اللي تحل البركة في الأكل. شاركتكم شوية بعض الصور وبعض الفيديوهات في هذا الفيديو عن مملحات عملتهم خبز الدار. الحمد لله الحمد لله الحمد لله أني فرحانة بأني وصلت ولقيت الفارينة ولقيت الدقيق ودرت هذو الحوايج هذو، وربي قدرني وفرحانة بهم وفرحت بهم داري وراجلي ووليدي، والحمد لله يا ربي. لأنه كنا في فترة نتاع الدنيا كل يعني ما كانش الناس كل تحوس على الدقيق وكذا وغلاء الأسعار، يعني الحمد لله. فيديو اليوم حبيت نقول لكم تاع اليوم، يعني حبيت نحدثكم فيه عن حاجة ممكن تغافلوا عليها كامل، وهي الرضا وهي السعادة وهي الفرحة. أنه مثال يعني طيبت خبز دار كيما هاك وعجنته بايدي، ما عنديش العجان، عجنته بايدي وطيبته وفي وحطيته لهم وكلينا حنايا الدنيا وما فيها الفرحه وكل الفرحه الابتسامه، والله خارجه من قلبي هذيك الفرحه هذيك. انه مستشعر ربي سبحانه، الحمد لله يا ربي اني وصلتني الى هذه المرحله هذه، وهذا الرزق هذا، هذا الرزق هذا اللي هو الاكل والاطعام، واني ماني جيعانه، واني صح مانيش ننوع وننوع وننوع. هذو فيهم بطاطا ولحم مرحي وتبلتهم ودرت لهم الكسبر يعني الدبشه وكذا، ودرتهم في المول طيبتهم بالبيض، درت البيض دميتهم بيض طيبتهم، وبعد درت لهم من فوق قلبتهم، درت شويه فرماج ربي قبل ما نقدمهم ويأذن نحمرهم من فوق باش يذوب هذاك الفرماج وشعل كيف. هذيك الخبزه الصغيره خلاص درتها في فيرا لوليدي صغير بريوشه نتاعو، وحبيت نقول لكم انه هذا البريوش هذا خبز بالفارينة ساك، ما فيهاش الدقيق ما فيهاش السميد، وعجنتو عجنتو عجنتو، بعد كيف اللمسات الأخيرة يعني في المرحلة الأخيرة ندخله في الزبدة، يعني نفتح شوي ندير شوي زبدة ونعجن نعرك نعرك ندلك يعني، ونزيد ندير شوي زبدة ونزيد نعاود نعجن شوية هكا 10 دقايق ولا، ومن بعد خليته عاود يخمر وقسمته الله يبارك، ودهنته من فوق ثاني بشوي زبدة. جا شتو كرواسون، الكرواسون تقريبا كرواسون يعني بريوش بصح خفيف بزاف ومرق بزاف، يعني حبيتكم ديروها بعد ما نحيتها كون دوك يعني تحطوا صباعكم برك خلاص يعني يدخل هنا في العجين، معناها راهو مورق وخفيف وحبوه كامل وحبيتوه، وقلت اني ما نزيدش نستغنى عن الزبده اللي تكون داخل الخبز. هنا قسمتها وكما راكم تشوفوا دوك نجبدها لكم كانها مسكوتشو يعني خفيفه والله يبارك، ما فيهاش ريحه العجين خلاص، وكي تاكلوها تذوب في الفم يعني ما تحسش روحك كليت كميه كبيره. لذلك كيما هذا، هذا المرص المثلث، هذا المثلث برك هذا وحده برك قادر يعني تاكلو في لقمه ولا لقمتين، تاكلوها تاكليها بالصحه والشفاء ان شاء الله. ولهنا وهذه وصفه يعني كيما نقول لكم حنا بريوش عادي، فارينه حليب شوي زيت، حليب بودره شوي زيت وخميره، درت شويه الخماره تاع الحلوه وعجنته وشي سكر وعجنته، ومن بعد خليته يخمر شويه، من بعد عدت نعجن فيه، ومن بعد عدت ندخله في الزبده، ومن بعد خليته هكا يخمر شويه، ومن بعد درته في المول تاعو في البلا تاعو وطيبته الله يبارك، ودهنته من فوق اي دهنته بالزبده وشوي زيت، شوي زيت وشي زبده دهنته مليح، ودرت له جلجلان يعني. وهذا قلت لكم لحم بطاطا وبطاطا واللحم فيون طاشي، بطاطا قليتها كاريات صغيره صغيرين، واللحم طيبته في المقله شويه صغيره، درت التوابل وشي بصل وشي ثوم كذا، هذا مكان وخلطتهم مع بعضهم، درت لهم فرماج وطيبتهم. هنا هذا ثاني هذا كيش طيبته ايضا العجينه نفسها اللي قلت لكم عليها، هذيك شويه فارينه شويه زيت شويه ملح سكر خميره وشويه حليب لحظه بودر، ونعجنها ونلمها ونخليها تخمر، ومن بعد نفتحها مرخوفه شويه في البلا، ودرت الحشو اللي هو شويه لحم مرحي ومع بطاطا مقطعه، ودرت لهم شويه بصل وشويه كذا مع الدنوس وثوم وشي زيتون،
حطيتو طيبتهم كامل في المقلة وخلطتهم كل اللحم مرحي وحده والبطاطا وحده، وبعد خلطتهم درت وحطيتهم، ما درتش العظام حطيتهم، ودرت فرماج رابي من فوق. وهذاني المثلثات درتهم بالمول، هذوك اللي المول اللي دايرين ضجة دوكا، انا عندي تقل درت تاع المول. وكاش نهار ندير الوصفة قدامكم يعني تشوفوها. والحواشي هذوك طويتهم ودرت شوي فرماج وشوي لحم تاع الفيونداشي هكا، وسكرتها والاخر، ودرت الفرماج رابي من فوق، ودخلتها طيب كي طاب. درت شوي زيت زيتون هكا مسحتها بالزيت زيتون، تجي بنينة على الكيف. وبقات لي شوية عجينة درت بها هذيك الخبيزات الصغار هذوك، قسمتهم على ربعة. هذو اللي راكم تشوفوا فيهم هذو شو خفاف، راني نقول لكم شغل كرواسون. هذه الوصفة البسيطة هذه اللي نعطيها لكم، اعتمدوها ودعوا لي ورجعوا لي بالخبر. دخلوا فيها الزبدة برك في العجينة، تجيو تعجنوا ديروا شوية على ايدك الزبدة بحرارة الغرفة، يعني ما تكونش ذايبة وما تكونش جامدة هكا، ودخليها وعجني بشوي بشوي بشوي. دوك تشوفوا كيفاه جات، يعني الله يبارك ما تشبعوش منها، حتى بالكيش هذاك يعني تاكلوه، والمول هذاك اللي يتحط يعني يتنح القاعده تاعو. هنا في سهره من سهرات يعني كنت حاطه شوي قهيوه وشوي كذا، يعني جا صاحب راجلي وكل شيء، الشيء الموجود نجودو ماشي معناها لازم تكون عندي لما الفخمه وكذا، يا ريت ونتمنى وربي يوصلني ان شاء الله. واذا وصلني راني نحط لكم اي حاجه جديده نشريها نحط لكم. بصح يعني هنا غالبا هذا امكانياتي، حطيت كيما هكا الفناجل هذوك والمغارف وشوي بقلاوه وشوي مكسرات وشوي قهوه، ودرنا تاي وكوكاو وما صورتهمش برك. والحمد لله سهر مع صحابو وفرحوا وقعدوا وكلاو والهضره والضحكوا واللمه وفهمتوا. وهذا هو الاساس، ماشي الاساس اني نحط في طاقم وزوج وثلاثه وكل شيء وتولي الهضره سم والناس علاقتهم سم وما كانش هضره من القلب، وهذه كامل لا. وبصحتكم، واذا شهيتكم ما اسمحوا لي، واذا وصلتوا للمرحله هذه ما تنساوش القناه، ما تنساوش القناه، اشتركوا في القناه. اذا شفت فيديو ما كنتش مشترك اشترك في القناه. واذا هذا وليدي وليدي سيفو ربي يحفظه، ديما من نجي نطيب والله يقول لي يا ماما اعطيني يا ماما اعطيني، بدو شويه عجينه صغيره عاد يبكي قال لي لا والله راه له هذيك الكبيره هذيك تبان لي من صغره حيخرج طباخ ان شاء الله سيفو الطباخ الصغير. هنا قلت لكم بعض الصور اذا حبيتوا تهزوهم وتستفيدوا منهم. هذا الكيش، هذا الكيش هاو كامل فرماج من فوق وخضر وكذا ولحم وبطاطا، وهذا ايضا مملحات تاوعي. وفي ميزان حسناتكم انكم تطلعوا لي القناه، واي وحده عندها اقتراح تفضل وشكرا وصحه فطوركم.